30,000 واحد شاركت في الماراثون ديال بوسطن اليوم، منهم مغربي اللي حصل على الرتبة 10 ومغربية اللي حصلت على الرتبة 8. الأول اللي دخل في الماراثون إثيوبي يربح 150 مليون، والثاني إثيوبي يربح 75 مليون، والثالث من كينيا اللي يربح 40 مليون. ما عرفش علاش هاد البوليس كيخنزر فيا وأنا من حقي نصور مع حدي في البابليك، ولكن خوكم عارف قانون ما عندو ما يصور. شحال ديال الماطرة خو ديال البوليس؟ هاد البوليس اللي كتشوفو ديال الماطرة وحتى ديال البيكالات كيديبلاصاو من ولايات أخرين الخوت باش يجي يعاونو في هاد الماراثون، لحيت كيكونو فيه الناس بزاف. وفين ما تبغي تدخل شي بلاصه اللي فيها الناس مجموعين ولا فيها صحاب الماراثون كيقلبوا كامل وكيقلبوا لك حتى الشكار. هاو كيبقش شفاش كيقلب مزيان. او شي داس فيك دا. الناس عيات، ولكن 40 كيلومتر في الصهداد راه بزاف الخوت. واللي ما دخلش ليا راسي انهم الناس كيجريو الماراثون والعائلات ديالهم جالسين كيتسناو فيهم وكيشربوا في الشراف. الجو زوين اليوم الخوت، خرجت روتينات باش نجربها ونبارطاجي معاكم حتى الاجواء كي دايره في بوسطن. كيما كتشوفوا الناس خارجين بزاف، واغلبيه ديال هاد الناس توريست كيجيو يتفرجوا في العائلات ديالهم اللي كيجريو في هاد الماراثون. من هاد الفيديو بغيت نحيي المغربي اللي جا في الرتبه 10 في هاد السباق، سميتو زهير الطالبي، والاخت فاطمه قردادي اللي جات في الرتبه 8 في السباق ديال الدريات. الله يسهل عليكم الخوت حتى نتوما تجيو لهاد البلاد وتعيشوا هاد الاجواء ان شاء الله. توحشنا الخوت هاد الجو السخون الصراحه، خصوصا في بوسطن كدوز 6 شهور غير ديال البرد، يعني بنادم ما كيخرجش. ما كتشوفوا دابا بنادم مفرش في الارض في الربيع بحال هكا جالس شاد ستون لحيت الجو سخون، اما ملي كيبدا الثلج راه صافي كيبان لك الدنيا خايبه. دابا خاصنا نهبطوا من القنطره خوت، عشي الواعره طيح لك الطروشينات في الضايه ديال الماء. ثانك يو براذر. خود ضربوا لي على واحد المنظر ديال هاد الباطو جاي شوف على المنظر ديالك. وبالزوينة خوت الروتينات كتقدر تمشي بها لأي بلاصة، ماشي بحال الطونوبيلة ولا الموطور كتبقى حاصل غير مع الزحام، وأصلا ما كتلقاش باركين خصوصا في هاد الماراطون كيكونوا الناس بزاف. المهم خوت كنتمنى يكون عجبكم الفيديو، لعجبكم ما تنساوناش بارطاج ولايك الخوت. تهلاو ليا في راسكم وشوفكم في شي فيديو اخر ان شاء الله.